بعد ما تابعنا مع حضراتكم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، خلينا نروح نتابع الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله، منها الاعلان عن كشف اثري جديد بمنطقه سقاره الاثريه، وايضا دار الافتاء المصريه ستستطلع هلال شهر ذي القعده لعام 1443 هجريه. النهارده كمان ماتش الاهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيتم الإعلان عن كشف أثر جديد بمنطقة سقارة الأثرية اللي شهدت اكتشافات كتيرة قبل كده مهمة، زي توابيت كبار رجال الدولة والكهنة من الأسرة 26، واكتشاف مقبرتين من عصر الأسرة الخامسة للكاهن المطهر وحدي، وعدد من المقابر الخاصة بالقطط. كمان النهاردة دار الإفتاء المصرية هتستطلع هلال شهر ذي القعدة لعام 1443 هجرية من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وهتعلن نتيجة الرؤية بعد صلاة المغرب. النهاردة كمان هيتم تنظيم فعاليات مسابقات الأولمبياد الخاص المصري لفرع القاهرة الكبرى في رياضات كرة القدم وكرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وألعاب القوى، وده أكبر تجمع رياضي للاعبين ذوي الإعاقة الفكرية على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة، وهيشارك فيه أكثر من 1350 لاعب ولاعبة. كمان النهاردة جامعة حلوان هتنظم ورشة عمل حول تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي ودور المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. النهاردة هينطلق معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال استعداداً لمواجهة منتخبي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار. في الدوري المصري النهارده في مباراة قوية في إطار الجولة 21 من عمر المسابقة، هيلتقي البنك الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا الساعة 6:30 مساء. لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهارده مع مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي الساعة 9 بالليل.